استقبلت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد دندن بعزابة مساء هذا اليوم 24 حالة تعاني من أعراض تقيؤ والآلام على مستوى البطن نتيجة تناول وجبة تتشكل من مادة البطاطا والبيض فريت أومليت وماسيدوان متكونة من مادة الطون وال تم التكفل بهم على مستوى مصلحة الاستعجال الطبية الجراحية وحاليا فيهم 20 اللي غادروا المصلحة بعد تناول بعد أخذ العلاج اللازم بقاو فقط 3 حالات تحت الملاحظة وتحت الرقابة الطبية. يعني قمنا بكل الإجراءات تسليم طبق الشاهد للمصالح المعنية من أجل إجراء يعني التحاليل اللازمة لتأكيد يعني وجود هذا التسمم الغذائي. جل طالبات غادرنا المستشفى، بقاو زوج طالبات رانا معاهم لهنا ولكن الحاله تاعهم يعني لا تدعو يعني للقلق. وبهذه المناسبه يعني باش نبلغ يعني الاهالي تاع جل ولا كل الطالبات المقيمات بالاقامه الجامعيه العزابه واحد انه يعني كل الطالبات راهم في صحه جيده.